جد مو معقول. روح من هون قبل ما اتصل بالشرطة. بعرف ليش امك ماتت، انا عرفت شو هو سبب موتها. انا قلت لك هالشي ما بيهمني دكتور، يلا روح من هون. لما فحصت الكبد لقيت 3 تمددات للأوعية بالشريان الكبدي، هذا وضع استثنائي، وفهمت انه امك كان معها متلازمة دونلوز لتمدد الأوعية. يعني هذا مرض نادر كتير، حتى ما له تشخيص، بس ممكن يكون مميت. شكلك ما تربيت من اول مرة مو هيك؟ ماشي تكرم عينك، رح اتصل بالشرطة. كيف وضع اسنانك؟ اسنانك فيهم كتير تسوسات وحشوات كمان ما هيك؟ يعني قد ما فرشتهم وعالجتهم انت ما عم يزبطوا ما هيك؟ تعرف انه هذا مرض وراثي؟ يعني ممكن يكون انتقل من امك لإلك، وكمان هذا المرض مميت. بس لا تقلق ابدا، في له علاج. انا بس كنت بدي اقول لك هالشي. رجاء لا تتصل بالشرطة لأني رايح. شكرا لك. لحظة شوي حضرة الدكتور، هذا الشيء الوحيد اللي بيقيلي من أمي، مرض ما بقدر إني أقول اسمه حتى، وغير هيك هو مميت. أمك كانت تقلك دودو دائما؟ هي من قبل كانت تقلي إيردو. في مرة لما كنت صغير كنت عم بلعب وأركض بالبيت، وقعت أكتر مزهرية بتحبها أمي صرخت علي وقالت دودو وهي معصبة. هي أول مرة بتقلي فيها دودو، بس الحقيقة أنا كنت مشاغب وما كنت أسمع كلامها بنوم. كان في وشم عصفور دودو برجل أمك اليسار، وكمان آخر شيء قالت لي هي قبل ما يغمى عليها بالإسعاف هو دودو. تعرف بعد ما اطلقت امي ما شفتها ابدا، كان عمري 11 سنه. ما بعرف، كنت مفكر انها ما بتحبني بنوب، لهيك انا تركتها. برايي انه هي بتحبك، بس يمكن كانت خايفة انه تقول لك هالشي. اوف يا ربي. يا ريت لو اني عرفت هالشي قبل ما تموت. ما بعرف، كنت اطلعت على وشها او كنت سمعت صوتها لاخر مرة. على الأقل كانت رح تموت وهي مبسوطة. علي ابني، ما في فائدة من الندم ما هيك دكتور؟ وما له علاج أبدا. Thank you.
صحيح، أنت بأي مشفى بتشتغل؟ أنا بدي أخذ جثة أمي وأعمل لها جنازة. ما قدرت أني أكون جنبها، بس على الأقل خليني أدفنها وأترحم عليها. تفضل خلينا نروح سوا. يلا ثواني. تفضل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.